السلام عليكم متابعينا الكرام، سنطرح لك كيفية جني 30 دولار عبر تطبيق ربحي كنز. طبعا سيعطيك هذا التطبيق 1 دولار مجانا، كما ان 100 نقطة تساوي 10 سنت، وبالنسبة لتجميعها سيكون عبر مشاهدة الفيديوهات ونيلك العديد من الفيديوهات، كذلك عن طريق عمل فولو لمنشئي المحتوى. وبالنسبة لكل شخص تقوم بجذب عبر رابط الإحالة تتحصل على 1 دولار، واذا شاهد الفيديوهات فيتحصل على 20 نقطة، وانت تتحصل على 0.4 دولار، اي 0.4 سنت، اي نصف دولار. وكذلك هنالك العديد من العروض كاقبال بياناتك وادخالها في الحساب تحصل على 100 نقطة وتشاهد الفيديوهات، وكمان تشارك يعني هذا التطبيق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ستربح العديد من النقاط. اما الحد الادنى للسحب فهو 30 دولار، وطريقة الدفع هي عبر البيبال وتطبيق جد رائع، اردت مشاركتكم اياه لكي تستفيدوا منه لانك ستستفيد كثيرا. والان ان لم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ودعمنا بمجرد لايك. والان نترككم مع الفاصل التالي. إذا في البداية سنقوم بتنصيب هذا التطبيق، هو غير متاح في البلاي ستور، لذلك سأضع لكم الروابط أسفل التدوينة، تقوم بتحميله، وبعد تحميل التطبيق تقوم بتنصيبه في الهاتف الخاص بك. طبعا أنا سأقوم بتنصيبه أمامكم، تنقر على كلمة انستالي وتنتظر حتى يتم تنصيبه. وبعد تنصيب التطبيق نقوم بالخروج ونتوجه إلى هذا التطبيق المسمى بتكست ناو الذي سيعطينا رقم هاتف أمريكي لكي نفعل حسابنا. طبعا فيما بعد سأتطرق إلى كيفية الربح من التطبيق، أولا يجب علينا اتباع هذه التعليمات. تقوم بالنقر على Continue with Google، سنقوم بفتح حسابنا في الجيميل، تقوم باختيار حسابك طبعا لكي تعمل Connect، نختار الحساب، كمثال سأختار هذا الحساب، ننتظر لحظات، ثم تقر على كلمة Authorize. طبعا هكذا ستضع حسابك يشتغل وسيفتح معك، وبعد قليل ننقر على كلمة Area Code، نقوم بوضع مثلا هذا الكود أصدقائي، ثم Continue. كما تشاهدون الاكونت تم تفعيله، ثم نقر continue مرة أخرى. طبعا ننتظر لنضع هذا كود الكابتشا، كما تشاهدون يعني تطبيق مميز جدا أصدقائي الكرام، أردت مشاركتكم إياه لأنه سيعطيك 1 دولار مجانا، كما أن رابط الإحالة عن كل شخص تحصل على 1 دولار، إضافة إلى العديد من العروض يومية تأتيك يعني بونوس، كذلك يعني أشياء مجانية يعطيها لك هذا التطبيق المميز. تقوم بإعادة إدخال نفس الكود continue، وهنا تختار رقم الهاتف الذي تريده، كمثال سأختار هذا الرقم مثلا، ولنترك الرقم الأول كما تشاهدون، ننتظر. طبعا هنا سنقوم بحفظ هذا الرقم، ستجد رقمك في هذه الخانة، تقوم بحفظه هكذا. نتوجه إلى التطبيق الخاص بنا، نقع على كلمة أوفغير، هذا هو التطبيق. إذا التطبيق مميز جدا، ننقر هكذا ثم نتوجه هذه خانة، يعني ننقر على كانسل ثم نتوجه مرة أخرى ونقر على لانش فاميلي. طبعا هذا هو التطبيق، ستقوم هنا بوضع ذلك الهاتف كمثال هكذا، سأضع أن الهاتف الخاص بي، أنت سيأتيك هاتف آخر طبعا. ما تشاهدون أصدقائي، تقوم بالتوجه إلى هذا التطبيق، تحفظ الرقم 245، ثم ننقر Verify. طبعا هنا سيأتينا رقم كما تشاهدون وصلنا مباشرة، نقوم بفتحه ونأخذ ذلك الكود، هذا هو 24-85 24-85، ثم ننقر على Login وسيفتح معنا الحساب مباشرة، سأقوم بالتطرق. طبعا قبل البدء يمكنك النقر على Skip، لكن يجب عليك وضع كلمة سر، مثلا سأضع هذه الكلمة، ثم submit. طبعا انقر على كلمة refuse، ثم تنقر على كلمة skip، وكما تشاهدون فتح معنا التطبيق. طبعا تتوجه الى كلمة me هنا. طبعا هذا تطبيق صديقي فيه عروض كثيرة، كمثال ستشاهد فيديوهات وتتحصل على نقاط عديدة، العديد من الفيديوهات متاحة والكثير من الارباح ان شاء الله. طبعا لا تنقر على location، نقر cancel لكي لا يتثبت من موقعنا، ثم نتوجه الى
الفيم كود. طبعا اذا ادخلت الفيم كود او هو بتبع رابط احاله، هو رابط احاله في الحقيقه الفيم كود، ستتحصل على $1 مجانا. طبعا انا ساضع هذا الفيم كود، نتوجه الى اسفل ثم تنقر على انتر فيم كود. هنا نقوم بوضع هذا الكود، طبعا هو ليس لي هذا الكود لان الكود الخاص بي لم يرد ان يشتغل، ننقر هكذا ثم سبميت. كما تشاهدون تحصلنا على $1 مباشرة صديق العزيز. يقول لك أكمل، يعني أن تكلم أصدقائك أو أن ترسلهم لكي تتحصل على أرباح من هذا التطبيق. إذن كما تشاهدون $1 انضافت مباشرة في حسابنا كما تشاهدون أصدقاء الكرام. طبعا أنا الهاتف يعني تشنج بعض القليل، ولكن ما تشاهدون $1 في الأرباح مباشرة. كيف سنشتغل في هذا التطبيق؟ لديك العديد من العروض، كمثال أنت ربحت هذه $1، كذلك يمكنك الاستفادة من رابط الإحالة الذي سيمكنك من أن تتحصل عن كل شخص تجيبه على $1. نعم صديقي $1، يمكنك قراءة هذه التعليمات و 100% ستربح. كما تشاهدون For creator you get $1 instantly when you are fun, download the family app and login for the first time. When your fam gain 20 أو 20 fam coin while watching video you win $0.4. إذا شخص ربح 20 fam coin أنت تربح 0.4 سنت، أي نصف دولار، قرابة نصف دولار. يعني تطبيق جميل جدا صديق العزيز، هذه هي الطريقة الثانية. كذلك هنالك طرق أخرى، مثلا تدخل إلى تاسكس أو هنالك يعني عروض سهلة، مثلا تنقر على الأوبن فان بوكس هنا وتتحصل على 9 فان كوين يعني مجانا. كما تشاهدون أصدقاء يعني طريقة سهلة جدا، هذه الفان كوين تتحصل عليها يوميا من الموقع، يعني كل ساعة تتحصل على هدايا يا صديقي. كذلك يمكنك الاستفادة من رابط الإحالة، كذلك هنالك يمكنك أكمل البروفايل أو كذلك تعمل فولو لشخص آخر يعني كرياتور أو يعني منشئ محتوى في هذا التطبيق، تعمل فولو تتحصل على 10 نقاط. سهل جدا يا صديقي، ستربح الأرباح كما تشاهدون. كذلك يعني يمكنك مشاهدة الفيديوهات وتتحصل على 5 فان كوين، يعني هنالك العديد من العروض. كذلك تعمل شير في الفيسبوك، كل ما عليك أن نقرأ على أي واحدة. كذلك أكمل أول استبيان، مثلا أنا سأقوم بأكمل البروفايل، نقرأ على كلمة جو، تقوم هنا بوضع اسم مثلا انا وضعت هذا الاسم يعني اسم عشوائي. هنا تختار الرجل او المرأة، ثم هنا تقوم بوضع البيرث داي، مثلا ساضع بيرث داي عشوائي هكذا، ثم هنا تختار الشهر وكذلك اليوم، ثم اوكي، وبعد ننقر على سيف. اذا كما تشاهدون تحصلنا على 100 نقطة صديق العزيز، يعني تطبيق مميز جدا، اعجبني هذا التطبيق، لذلك اتمنى ان تضع لايك اسفل هذا الفيديو تقديرا لمجهودي. اذا كما تشاهدون اصدقاء الاعزاء، كذلك يمكنك استفادة من رابط احالة، هو يؤكد على رابط الاحالة. كما تشاهدون يمكنك القراءة، وممنوع الاختراء يعني استعمال البرامج مثلا تقوم بتسجيل عبر نفس الهاتف بالفي بي ان ممنوع، لكن عبر هواتف اخرى يعني ممكن تستفيد منها. كذلك يمكنك الاستفادة مثلا من هذه الكويز، تقوم بإكمالها أو يعني أنا شرحت لكم كيفية الطريقة. كذلك صديقي الطريقة الأخرى هي مشاهدة الفيديوهات، مثلا تقوم بتشغيل هذا الفيديو، تنتظر، تنقر على هذه الخانة، سيشتغل هذا الفيديو مباشرة، تنتظر حتى ينتهي هذا الفيديو، وستتحصل كذلك على الفام كوين أو النقاط، يعني عديد من الفيديوهات والعديد من النقاط، وبالتالي العديد من الدولارات المتاحة للسحب. بالنسبة للسحب صديقي، يجب أن يكون لديك PayPal أمريكي، نعم PayPal أمريكي، لأنك لن تستطيع، لأن التطبيق بتبع أمريكي. لكنني سأتطرق أنا تطرق فيما قبل إلى كيفية إنشاء حساب PayPal أمريكي، تترك افعل قم بانشاء ذلك الحساب وحول ارباح فيما بعد. كما تشاهد تنتظر هذا الفيديو صديق العزيز، فاتمنى منكم دعمي بلايك هذا الفيديو ان يصل الى ازيد من 500 لايك او 1000 لايك، لان قناتنا يعني رجعت للاشتغال من جديد ان شاء الله، وسيكون هنالك العديد من الفيديوهات واكتساح لليوتيوب. مشاهدونا اصدقائي الاعزاء، هنا انتهى الفيديو، تقوم بالخروج. طبعا يمكنك العودة الى نفس الفيديو وتقوم بوضع مثلا هنا لايك او تقوم بوضع تعليق، مثلا تكتب مثلا نايس او ديليشيس هكذا، ثم تنقر عليها وتم. يعني نقوم بالخروج، طبعا نقوم بالعودة. كما تشاهدون تم إضافة النقاط أعزائي. طبعا أنتظر لتعمل ريفريش للصفحة وستجد أرباحك انضافت في الكوينز هنا. أعتذر لأن الهاتف بطيء بعض الشيء.
هذا هو كل ما في الأمر أصدقائي الكرام. كما تشاهدون يعني تطبيق مميز جدا وسهل. بالنسبة لتحويل النقاط الخاصة بك هنا تنقر على ريدم، يجب عليك التحصل على أقل على 10 نقاط لتحويلها كما تشاهدون لتحويلها إلى دولارات. يعني نعود إلى هناك كما تشاهدون تحصلنا هنا على 100 نقطة سيتم إضافتها لحسابنا فيما بعد كما تشاهدون. يعني وشاهد الفيديوهات ويعني أرسل رابط إحالة لأصدقائك وأكمل تلك المعطيات هنا، أكملها كلها وستربح الدولارات. يعني تطبيق سهل جدا، ليست استبيانات أو ذلك القبيل، تطبيق مميز جدا يستحق يعني يستحق الشرح، لذلك تطرقت إليه. بالنسبة لسحب أرباحكم فيما بعد تقوم بالدخول إلى Settings وتتوجه إلى إلى Connect PayPal. طبعا هنا يجب عليك عمل كونكت لبايبال امريكي صديقي، بايبال امريكي. اذا اردتم ان اقوم بعمل شرح لبايبال امريكي ساشرح لكم عمل انشاء حساب مفعل لبايبال امريكي. طبعا انت ستقوم بعمل كونكت ومباشره عند عمل لكلمه withdraw سيتم يعني ارسال ارباحك الى حسابك من هنا، يعني في الكاش ستجد الكاش هنا، ارباحك في الكاش. كان شاهدون اصدقائي يعني اعتذر لان هذا الفيديو طال، لكن هذا موقع السحب. تنقر على كلمة كاش اوت وسيريك كم هو الحد الادنى للسحب، هو 30 دولار ويسوي الى 200 دولار. تنقر عليها عندما تصبح يعني تشتغل ويتم تحويلك الى حسابك، تقوم بربطه وتقوم بسحب ارباحك. اذا هذا هو كل ما في امر اصدقائي الكرام، اتمنى ان الفيديو قد نال اعجابكم، واتمنى ان تضغطوا لايك اسفل هذا الفيديو، والى اللقاء.